جميعا حد ممكن يأكد الصوت والبرزنتيشن ظاهر ولا ايه؟ تمام يا دكتور. تمام طيب يا دكتور، الصوت واضح والبرزنتيشن واضح. طيب خليني هبدأ بس الريكورد عشان لو حد ايه ما قدرش يحضر يبقى برضه يعرف يرجع لها بعدين. النهارده ان شاء الله يعني هيكون ميتنج سريع، انا عارف الوقت قبل الفطار ضيق يعني والناس مستعجله، بس الحقيقه انا حبيت اعرفكم على المشروع بشكل شفوي يعني، لان الفايل ده اتبعت لكم قبل كده ويعني حبيت اشرحه علشان تبقى الدنيا واضحه للكل، وعلشان انا متاكد طبعا وقت ما هنبدا في المشروع هتبدا الاستفسارات تبان وهيبدا يظهر قدامكم حبة مشاكل ممكن كتير نقولها النهاردة، نبقى عارفين ايه اللي هيحصل ومتفقين عليها، وبالتأكيد هيطلع حاجات جديدة وقتها بقى في المتابعة نبقى نرد عليكم يعني تباعا. المشروع بمنتهى البساطة هو مشروع لغرفتين، الغرفتين دول جزء من مبنى، ها هو مش مبنى بالكامل، دول جزء من مبنى. المفروض حضراتكم هتعملوا بلان وقطاعين في الغرفتين دول، بلان اللي هو كونستراكشن يعني ايه، يعني باين فيه التفاصيل بتاعه الطبقات، باين فيه التفاصيل بتاعه الحيطان، باين فيه التفاصيل بتاعه التشطيبات، باين فيه تفاصيل الابواب والشبابيك والديتيلينج وكل ما ايه يشمله معنى كلمه ديتيلينج من معنى يعني. مره تانية مش هيكون بلان ديزاين، مش هيكون قطاع ديزاين، لا بلان زي اللي اخدتوه في بيلدينج 1 وقطاع زي اللي اخدتوه في بيلدينج 1 كونستراكشن، هشوف البلاطه الكونكريت، هشوف الطبقات، هشوف العزل، هشوف المباني، هحط تحشير، هبين كمان التشطيبات اللي هناخدها او بداتوا تاخدوها من اول المحاضره بتاعت الاسبوع ده مع دكتوره هدير، هيظهر معايا التشطيبات، هيظهر معايا كمان الابواب والشبابيك بتفاصيلهم زي ما خدناهم قبل المتر. تمام، البلان خلينا كده سريعا نشرح هو ايه. الاوضه روم رقم واحد اللي هي على اليمين دي هي اوضه بخش لها من الكوريدور اللي هي تحتها على طول. تمام، يعني خلينا نفترض كده ان دول غرفتين في ركنه مبنى، خلاص عندي من الكوريدور اللي تحت دوت هدخل الاوضه، بقيت في الروم رقم واحد ليها شباك اللي هو W1 باصص على واجهة، يبقى إذن الضلع اللي فوق عندي دوت ضلع خارجي، واجهة خارجية، خلاص حائط خارجي. وبعدين بخش من أوضة رقم واحد لروم رقم اتنين عن طريق الباب اللي اسمه D2، ده باب فولدد، الباب الفولدنج دوت بيدخلني على الأوضة رقم اتنين، وهنا هو بيبقى عندي شباك رقم اتنين W2، وده معناه إن كمان دوت ضلع خارجي. يبقى عندنا الحوائط الخارجيه فين عشان نكون متفقين ومحدش يتلخبط، الضلع اللي فوق دوت في الشمال، كل دوت حائط خارجي اللي فيه شباك، وعندي كمان الحائط اللي على الشمال دوت اللي فيه W2 ده حائط خارجي. خلاص، بعد كده الحوائط الثانيه ديت حوائط بتفصلني ها عن فراغات انتيريور، بتفصلني عن فراغات اخرى. يعني ايه؟ يعني انا يمين اوضه روم 1 هنا في اوضه تانية بس مش رسمينها، يعني افترض ان الحائط دوت ممتد من هنا وفي حائط هنا اهو مثلا وفي غرفه جنبي، يبقى هنا في غرفه جنبي. طيب الكوريدور ده طبعا اندور، بفرض ان الحيطه دي مستمره كده والحيطه دي مستمره كده، في غرفه جنبي هنا، في غرفة جنب أوضة رقم R2 هنا هو روم رقم 2، في غرفة هنا هو. بمعنى تاني هرجع أكرر، الحوائط الخارجية باختصار أنهي؟ الحائط اللي فيه W1 اللي فيه الشبابيك، الحائط ده كله حائط خارجي، وبعدين الحائط اللي فيه W2 ده حائط خارجي، ما عدا ذلك هي حوائط داخلية بتفصل فراغ انتيريور عن فراغ انتيريور. ده هيفرق معانا في إيه؟ يفرق معانا في المناسيب، لأن المشروع بتاعنا على منسوب بلس 45 سنتي، لكن الأوت دور على منسوب الزيرو. الأوت ده أو الدور ده إيه بالمناسبة؟ ده بلاط أرصفة، بلاط أرصفة يعني رصيف اللي أنا بمشي عليه، الرصيف اللي بمشي عليه في اللاندسكيب. أوكي؟ لكن هنا طبعًا لما بخش في الانتيريور
من مكان ما في البلان في حتة مش ظاهرة معانا، أنا طلعت 3 سلمات بقيت على بلس 45 ومشيت في طرقة لحد ما وصلت لروم 1 وروم رقم 2. طيب الفتحات اللي عندنا هي إيه؟ الفتحات عندنا الباب الأولاني D1، وهنروح دلوقتي نعرف D1 دوت نوعه إيه، وعندنا باب تاني D2، وعندنا شباك أولاني W1، وعندنا شباك تاني W2. هنروح للمعلومات دي دلوقتي اللي كاتبينها في الصفحة الأولى، بس عايز قبل ما أروح هناك أنبهك إن الدايمنشنز بتاعت الأوضة الداخلية النظيفة الكلير دايمنشنز، دايما بنحطها في البيلدينج والوركينج دروينجز، هي دايمنشنز للحوائط المباني للطوب. يعني لما بقول الأوضة ديت مثلا 4 متر في 4 متر، دي أبعاد الطوب من وش الطوب هنا لوش الطوب هنا، من وش الحائط لوش الحائط. نفس الموضوع في الاتجاه العمودي، ونفس الموضوع لما بتكلم على مقاس فتحة سواء باب أو شباك، لما بنقول مقاس ده بيكون الأبعاد من المباني للمباني اللي هي الحائط الطوب. طيب X1 اللي هو البعد الأفقي، Y1 البعد الرأسي، X2 بتاع روم 2، وY2 البعد الرأسي بتاع Y2. هنروح بقى للصفحة بتاعت الانفورميشن علشان نهايلايت المعلومات دي. رقم 1 الليفل زي ما قلت لكم، الليفل بره بتاع الرصيف 0 والاندور بلس 45، والمبنى بتاعي ده دور أرضي فقط. يعني إيه؟ يعني الدور الأرضي ده فوقه سطح، مفيش أدوار تاني فوقية، يعني سقف الأرض ده سطح روف. هيفرق معايا في إيه؟ ده روف، يبقى عندي طبقات العزل بتاعت الروف، وكامل طبقات الروف اللي حضراتكم خدتوها السنة اللي فاتت هتبان معايا في الرسومات. معناها كده كمان هيبان الدروة، عندي دروة هقطع فيها. طيب ليفل الروف على بلس 4 متر، زي ما انتوا خدتوا قبل كده الروف بيبقى منسوب ظهر البلاطة الخرسانة المسلحة، يعني الكونكريت سلاب بتاعتي من فوق ظهرها هو ده منسوب البلس 4 متر. بلس 4 متر منين؟ من الزيرو اللي هو ايه؟ الرصيف. طيب الروم رقم 1 الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عليها، ايه التشطيبات بتاعتها؟ عندنا الأرضيات، أرضيات خشبية، خلاص الأرضيات خشبية. يمكن دكتورة هدير هتنبه عليكم إن الأرضية الخشبية هي الباركيه المسمار، تمام؟ طيب عندنا على الحوائط كمان كسوات، أو زي ما بنسميها تجاليد خشبية على الحيطة، يعني الحيطة بتاعتي مش دهانات عادية، لا في وودن وول كلادينج، كسوات أو تجاليد خشبية على الحائط. الحاجات دي طبعا انت هتاخدها في الاسابيع القادمه. طيب السقف الداخلي، هل السقف الخرسانه محاره ودهان عاديه؟ لا، غير السقف الخرسانه في سقف ساقط تحتيه، سقف مستعار suspended ceiling. السقف دوت سقف عباره عن جبس نوعين، تايلز بلاطات جبسيه زائد بوردز اللي هي الواح جبسيه. يعني السقف بتاعي ده سقف مستعار سقف ساقط، هيكون فيه ميكس من نوعين مع بعض، نوع بلاطات جبسيه ونوع الواح جبسيه، الاثنين مع بعض في السقف دوت عاملين تشكيل مع بعض. هتعرف الحاجات دي في وقتها. ابعاد الاوضه بقى ال X1 ب 3 متر و Y1 3 متر، يعني الاوضه دي نضيف من جوه 3 في 3 ابعاد المباني الحوائط الطوب. طيب الأوضة رقم 2 الأوضة الصغيرة تشطيباتها مختلفة، تشطيباتها الأرضيات ماربل، ها رخام، الحوائط بتاعتها ماربل وول كلادينج، في كسوات كمان على الحيطان رخام، السقف الساقط في سقف ساقط ستريبات، سقف ساقط شرائح أو ستريبات معدنية أو غير معدنية، هتعرفوا الأنواع بتاعتها. طيب أبعاد الأوضة إيه؟ 2 متر في الإكس و2 متر في الواي. طيب باب D1 اللي هو الباب الأولاني اللي بيدخلني من الكوريدور على الأوضة R1 روم 1
هو خلي بالك بقى، خلي بالك عشان الأبواب والشبابيك هنا هتسترجع المعلومات اللي انت خدتها في المحاضرات وهترسم، ويمكن تضطر تدور كمان على شوية تفاصيل. الباب هو دبل ليف، ها، ضلفتين وبعدين دبل سوينج. تفتكر يعني ايه دبل سوينج؟ يعني الباب ده ممكن يفتح لجوه الأوضة او يفتح لبره على الطرقة اللي قلنا عليه اسمه مروحة. يبقى الضلفتين بتوعي ضلفتين مروحة، يفتحوا جوه او بره. هيفرق دوت في تفاصيل صغيرة بتاعت الفريم وبتاعت التقاء الضلفة مع الضلفة. طيب البانيل نفسها بقى، البانيل اللي هو ضلفة الباب اللي بتفتح لجوه او بره، هي فريم ماتش بورد، خلاص، اللي هو الباب الصبرس. ما رسمتوش انت في التمارين السابقة، لكن رسمت الاصعب منه. الباب الصبرس هتستدعي التفاصيل اللي خدتها في المحاضرة، وهو باب صبرس اللي هو الباب الفريمد ماتش بورد. أبعاد الفتحة إيه؟ عرض الباب 1.5 متر اللي هو عرض الفتحة، وارتفاع الباب 2.20 متر. عرض الباب منين؟ من المباني للمباني. وارتفاع الباب من منسوب التشطيب اللي هو بلس 45 لحد منسوب العتب 2.20 متر. خلاص؟ هنا ما تكلمناش خالص على مقاس كل ضلفة قد إيه، هنسيب لك أنت الديزاين. طيب الباب رقم 2 اللي بيدخلني من روم 1 لروم 2، قلنا ده باب فولدنج، خلاص، هو الدبل بانل. يعني ايه؟ يعني الباب الفولدنج دوت ضلفتين، ضلفتين، مش متحدد لك، براحتك. عايز تخد تاخده بقى في نص الحائط اعمله، على وش الحائط اعمله، مش فارق، هترجع للتفاصيل اللي اخدتها. والباب دوت بيبقى له بكرة فوق لو تفتكروا، تمام؟ هنعمل البكرة البسيطة خالص اللي هي من غير صندوق الكشف. كان في صندوق كشف كده صعب شوية خدتوه، مش هنعمله خالص. هنعمل بكرة بتتركب مباشرة في العتب أو على وش الحيطة. هترجع كده للمحاضرة والتفاصيل اللي شرحناها، وهترسم منها عرض الباب 100 سنتي وارتفاعه 2.20 متر. شباك W1 اللي هو الشباك اللي في الضلع اللي فوق بتاع الأوضة الأولى R1، هو شباك لوفرد ويندو، شباك اللي هو شباك وشيش، ها، شباك وشيش. رسمته أكتر من مرة، عرضه 1 متر وارتفاعه 1.20 متر. يعني أنت هتحط الجلسة على منسوب متر عشان يبقى العتب على منسوب 2.20 متر مع باقي الأبواب. وخلي بالك هقول لك بعد كده إيه الرسومات اللي مطلوبة. الشباك الثاني W2 اللي هو موجود في الأوضة R2، هو شباك قلاب زي اللي في الحمام. شباك قلاب اللي أنا بأشده من فوق ويبقى واقف على المايل، ها، وودن بوتوم هانج ويندو. مقاسه كام؟ 80 سنتي في 80 سنتي. اوكي، مقاس العتب طبعا أقدر أثبته على 2.20 متر وأنزل لتحت 80 سنتي، هعرف منسوب الجلسة. خلاص، يبقى هنا الباب دوت باب، آسف، الشباك ده شباك قلاب. وطبعا لما بعمل شباك بيفتح، بعمله بيفتح ناحية الاندور. خلاص، لو هو باب قلاب بفتحه لجوه مش لبره. هتدور تفاصيله الخشبية مشابهة جدا لكل اللي انتوا خدتوه، وبسيط جدا، لكن الفرق بس في المفصلة مكانها بيبقى فين، وفي دراع عشان الباب ما يفتحش، آسف، عشان الشباك ما يفتحش ويقع لتحت، في دراع بيمسكه. هتدور على التفصيلة دي، موجودة في المراجع، موجودة في كتاب دكتور محمد عبد الله اللي قلت لكم عليه، وموجودة كتير، ممكن تجيب لها تفصيلة من أي مكان، وهتتابعها وهنشوفها في السكشن ونوجهك. إيه اللي مطلوب منك؟ مطلوب رسومات أساسية. خلاص؟ التمرين دوت عليه، أو المشروع دوت عليه 40 درجة. المشروع عليه 40 درجة. لكن مش معناه ان كل دي كامل اعمال السنه، ها، هو هيتصلح من 40، لكن اعمال السنه كمان فيها الكويزات وفيها جزء من التمرينات اللي انتوا خدتوها، لكن الجزء الاكبر هيكون اللود بتاع اعمال السنه على البروجكت اللي قدامنا ده. مطلوب من حضرتك تعمل ايه؟ طبعا احنا هنشتغل على لوحات 50 في 70، او خليني اتاكد، كنا قلنا 50 في 70 ولا متر في 70. هنشتغل على لوحات 50 في 70، وده معناها ان انت ممكن المشروع طبعا يترسم في كذا لوحة،
مهم جدا 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 تحافظ على نظافة اللوحات ديت وتحافظ على سلامتها. حضرتك هتيجي تتابع على المشروع دوت على مدار الأسابيع القادمة، بمعنى إن أنت طوال الأسبوع الجاي هتبدأ ترسم الأرضيات الخشبية بتاعت روم واحد، تمام، على المشروع. بمعنى تاني، من دلوقتي هتفكر إزاي ترتب الرسومات المطلوبة منك في اللوحات اللي هي 50x70. إحنا ممكن نسمح بإنك ترسم وش وظهر لو اللوحات تمنها غالي عليك، مفيش مشكلة، بس خليني أقولك إن اللوحة أو الرسمة اللي في الظهر ممكن تتبهدل منك كتير، خاصة لو هتروح وتيجي باللوحات ديت أكتر من مرة وتتابع في الكلية وتصحح. تمام؟ المشروع دوت هيتسلم فاينل في آخر أسبوع، الأسبوع رقم 15. بمعنى إيه؟ أنت ممكن تبدأ ترسم في اللوحات بداية من الأسبوع القادم، تبدأ اللوحات الأرضيات الخشبية خلاص، وخدت توجيهات عليها وتصليحات ممكن تمسح وتصلح، وخدت تقييم عرفت أنت مستواك في الرسمة ديت تاخد كام من 10 عشان تبقى عارف هتجيب كام في البروجكت خلاص، ممكن تمسح وتصلح. الأسبوع اللي جاي اللي بعديها هتاخد أرضيات التايلز والرخام، هترسم تكمل دوت في نفس البلان، وهتبدأ ترسم في القطاعات، وتبدأ في القطاعات تحط الأرضيات الخشبية وهتحط الأرضيات الرخام، وهتاخد توجيه وهتاخد تقييم. قدامك حل من اتنين، لو قدرت تحافظ على نظافة اللوحات وجودتها لحد آخر الترم ما عندناش مشكلة خالص إنك تسلمها زي ما هي، أسبوعيا بتستكمل عليها، أسبوعيا تستكمل عليها، وبتاخد التقييم النهائي مع آخر أسبوع. لو حضرتك عايز تعيد من الأول في آخر أسبوعين مفيش مشكلة، وإن كان إحنا مش عايزينك تعمل كده، إحنا عايزين اللوحة اللي تابعنا عليها، عايزين اللوحة اللي شفنا البروجريس عليها، عايزين اللوحة اللي أنت مسحت وصلحت عليها، بفرض إن اللوحة اتبهدلت منك بشكل مأساوي، بقت حاجة ما تتسلمش، بقت حاجة ما تنفعش، وقررت في آخر أسبوعين تعيد الرسم من الأول تاني بداية من الأرضيات، مفيش ما يمنع، مفيش ما يمنع، هتسلمنا اللوحة القديمة بس عشان نتأكد إن شغلك القديم أنت اللي عامله بنفسك، وهتسلمنا اللوحة الجديدة علشان نحط الدرجة الأخيرة ليها. نحافظ على اللوحات يعني ايه؟ ممكن نجيب الفولدر الكبير ده، في فولدر بلاستيك يعني اعتقد ممكن يكون عندكم من اعدادي، اللي هو بيتحط فيه اللوح مفرودة، ها تحط لوحتين ثلاثة حسب المشروع بتاعك هتقسمه ازاي، بشكل مفرود بشكل اللوح نظيفة ومحافظ على نظافتها. طبعا انت هتشتغل بقلم خفيف، ممكن تشتغل بالقلم الاتش، ها رسومات خفيفة وقت المتابعات، وممكن تيجي آخر أسبوع بعد ما خدت كل التوجيهات وعرفت تمسح وتصلح أبدأ أتقل الرسم شوية، والأسبوع النهائي تسلم الرسمة بشكلها النهائي خلاص. لكن هكرر تاني، مفيش داعي إنك تزود وتتقل وتهشر وتعمل كل حاجة من الأسابيع الأولى إذا كنت خايف إن اللوحة تتبهدل منك، خاصة لو خدت تنبيه، خدت توجيه، ممكن يتقال لك اللي الحتة دي انت عاملها غلط، هتضطر تمسحها. لو انت بقى كنت دايس بالقلم جامد وحافر في اللوحة ومهشر تقيل ومخلص ومفنش المسقط بتاعك، التعديلات والمسح فيه هيبقى لسه واضح وممكن يبهدل لك الدنيا. انت مدير مشروعك، كنترول اللي هتعمله في اللوحة، احنا هنصلح الدرجة النهائية في آخر أسبوع. المهم تكون اللوحة جاية بشكل لائق وما تكونش متبهدلة، لأن النظافة ودقة الرسم عليها جزء من الدرجة، 20% من التقييم. إيه الرسومات طيب المطلوبة؟ إحنا عايزين بلان وحيد سكيل 1 لـ10. البلان دوت بلان هيكون فيه كافة التفاصيل، يعني هرسم الحيطان، يعني هوزع الأعمدة، هحط أعمدة وههشرها، هحط الوول فينيش. يعني ايه هحط الوول فينيش؟ انت رسمت الحيطه بتاعتك سواء طوبه او نص طوبه في سكيل 1 لـ10، انا هقدر اشوف التشطيبات اللي على الحيطان. انتوا واخدين في التمرين عندك تشطيبات اللي هي
كلادنج خشب في الأوضة الأولانية وكلادنج رخام في الأوضة التانية، هشوفهم هشوف تفاصيلهم في البلان. الكوريدور الخارجي أو الواجهات الخارجية اللي بره حدود الغرف احنا ممكن نعملها محارة 2 سنتي خلاص، مش هطلب منكم فيها تفاصيل أكتر من كده، بس هشوف المحارة ال 2 سنتي ديت في البلان، هشوف الخطوط بتاعتها، يبقى أبدا مش هشوف حوائط من غير تشطيبات باينة عليها. هرسم الأبواب والشبابيك، خلي بالك بقى أنا مش طالب منك لوحات أبواب وشبابيك تفصيلية زي اللي رسمتها قبل كده، أنت الأبواب زي ما هتيجي في البلان هتشوفها، زي ما هتيجي في القطاع هشوفها، زي ما هشوف أبواب وشبابيك إليفيشن في الحيطان اللي أنا شايفها في القطاع هناك قدامي هشوفها، مش هعمل تفاصيل. أوكي؟ فهرسم الأبواب بتاعتي والشبابيك بتفاصيلها في البلان الواحد لعشرة، يعني البلان الواحد لعشرة ده هشوف الحلق والبر والضلفة والبانل الإزاز وكافة التفاصيل في سكيل واحد لعشرة. هحط الانفورميشن كلها، هحط الدايمنشنز، هحط الديسكريبشن زي ما كنت بتاخده على الأبواب والشبابيك، بشاور على البر، بشاور على الحلق، بشاور على الضلفة، واكتب المعلومات، كل ده هيبان في البلان. البلان ده كمان هشوف فيه الأرضيات، الأرضيات اللي أنا شايفها إليفيشن قدامي، أرضيات الخشبية هشوف تقسيماتها، هشوف تقسيمات الصوابع الباركي، أرضيات الرخام هشوف تقسيم مقاس البلاطات الرخام أنا عاملها كام في كام، وهشوف تقسيمها بالمقاسات. تمام؟ يبقى هشوف تشطيبات الأرضيات إليفيشن. طيب هرسم قطاعين، القطاع طبعا خلي بالك احنا قلنا المبنى دور ارضي، تحتيه الارض تربه وفوقيه روف، طوالي بطبقات السطوح خلاص. يبقى القطاع اللي انا هاخده هيبان فيه طبقات الارضيه اللييرز بتاعتي بالعزل بتاعها، هشوف طبقات بلاطه السطوح بالعزل بتاعها، هشوف الدروه البارابت، هشوف كمان التشطيبات اللي على الحيطان اللي انا قاطع فيها، انا قاطع في حيطان عليها تشطيبات داخليه هتبان، زائد عندي تشطيبات للحيطان الاليفيشن، انا قاطع وشايف واجهه هناك في حيطه، الحيطه اللي في الوش ديت عليها تشطيبات كلادنج خشب او كلادنج رخام، الكلادنج دوت متقسم، بيبقى متقسم اجزاء، ما بيبقاش زي الدهان كده دهن كله حته واحده، لا بيبقى بانلز راسيه وافقيه زي اللي عندكم في صاله الرسم فوق، بشوف البانلز او في مدرج 401 بانلز اللي على الحيطه هشوف تقسيماتها، هشوف الانترنال اليفيشنز فينيشز ده اللي انا بتكلم عليها، هشوف الابواب والشبابيك بالتفاصيل بتاعتها اللي انا قاطع فيها لان انا هقطع في ابواب وشبابيك خلاص، زائد هشوف ابواب وشبابيك اليفيشن هناك في الواجهه الداخليه، هشوف الابواب والشبابيك الاليفيشن، خلي بالك بقى المعلومه دي مهمه جدا جدا جدا، الأبواب والشبابيك اللي أنا قاطع فيها واللي أنا شايفها إليفيشن ارسموا الباب كأنه مغلق، ما ترسمش الباب مفتوح خلاص، شايف باب إليفيشن أو شباك إليفيشن، حتى الباب الفولدد، الباب الفولدد المنطبق، اقفل الباب كأنك قفلت الأوضتين عن بعض وهبقى شايف كامل الباب إسقاط إليفيشن، شايف الضلف، مش هشوف الباب مفتوح، هشوف الباب مغلق. هحط كامل المعلومات، اللييرز بتاعت الأرضية، الأبواب والشبابيك اللي قاطع فيها، هحط كافة الديسكريبشن والتوصيف وأسهم الدايمنشن، وأحط المناسيب بتاعت الأرضية وبتاعت الروف. تمام؟ قطاعين، هرجع للرسمة، القطاعين دول فين؟ القطاع الأولاني أهو AA، قطاع ايه ده بادئ من ايه؟ جنبيه هنا فراغ انتيريور على نفس الليفل بتاعي خلاص، وبعدين هقطع في الحائط، وبعدين هقطع في الارضيه دي، وهبقى شايف اليفيشن الحيطه دي في وشي ازاز مع شيش، ممكن ارسمه نص بنص، نص باين شباك ونص باين الشيش، وبعدين هاجي هنا هقطع في الباب الفولدنج ارسمه كانه مغلق، يعني افرد الضلفتين هنا هوت واقطع فيهم مع الدليل اللي في الارض ومع البكره اللي في السقف، وبعدين هقطع في ارضيات
واسقف هنا هوت الغرفة التانية. طبعا خط القطاع ما تنساش اتكلمنا عن سقف ساقط، فكمان هيظهر معايا السقف الساقط في القطاع. وباجي هاجي هنا اهو هقطع في نوع تاني سقف الساقط الستريبس، وبعد هقطع هنا اهو في الشباك القلاب، وبعدين هيبقى عندي هنا اوت دور هيبقى الارضية بتاعتي قاطع فيه البلاط بتاع الرصيف. القطاع التاني بي بي هبدأ من تحت هنا كوريدور اندور، وبعدين هخش على الغرفة هقطع هنا في باب خلاص الدبل سوينج. الباب اللي انا رسمه هنا دوت مش صح، مش صح في ايه؟ لان ده هنج عادي اللي هو بيفتح لجوه بس. الباب التاني الباب المروحة، تفتكروا الانديكيشن بتاعه كان بيبقى كده بيفتح لجوه وبره. ارجع للمحاضرة، عندنا ضلفتين خلاص، ونوع الضلفتين دول باب سبرس. وهقطع في الأرضيات بتاعتي، وحاجي أقطع في الشباك اللي هو إزاز وشيش شمسية، وهيبان لي بعد كده هنا الأرضية الخارجية الرصيف بلاط الرصيف. وطبعا فوقية هنا هيبان دروة فوق الحيطة دي، الدروة فوق الحيطة اللي على الشمال اللي فيها W2 هيبقى فيه دروة، لكن هنا الحائط اللي على اليمين دوت مش هيبان دروة، هيبان كأن السقف مكمل. وهعمل خط قطع، ها يعني هتعملوا خط قطع في القطاع وخط قطع في نفس القصة. هنا هو الحائط اللي فيه D1 مفيش دروة عليه، ده بقيت سقف الايه المبنى بتاعي، وهاخد خط قطع في القطاع وخط قطع في البلان. ممكن حضراتكم تكملوا الحوائط دي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وتعملوا خط قطع عشان كأننا خدنا جزء بس من البلان. يمكن هنا كمان يكون في الجزء ده، وناخد خط قطع اهو يفصل لي بقية البلان عن الفراغات اللي حواليه. وارد جدا 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 يطلب منك بعض التفاصيل الإضافية. يعني إيه؟ بالنسبة للأبواب والشبابيك مش هطلب منك تفاصيل إضافية، لكن بالنسبة للقطاعات اللي هو AA وBB ممكن تفصيلة كده بتاعت أرضية مع حائط يجي يتقال لك كبر دي شوية عن 1:10، اعملها 1:2 أو 1:5، هتعملها جنب القطاع أو في اللوحة في نفس يعني في لوحة تانية، يعني هتعملها في نفس اللوحة أو في لوحة تانية. يبقى مرة تانية وارد جدا وقت المتابعات يطلب منك تفاصيل إضافية هتعرفها في وقتها. خلاص؟ فين لعلاقة الأرضيات مع الحيطان أو الحوائط مع الأسقف؟ زي ما هتاخده في المحاضرات. لكن مبدئيا الرسومات الأساسية المطلوبة منك البلان والقطاعي. تفاصيل لو في تفاصيل هتتعمل إضافية هيتقالك. لو انت عايز تزود تفاصيل وما طلبش منك وعايز تزود تفاصيل او تكبر بعض الديتيلز، عايز تكبر ديتيل الشباك ديتيل الباب ديتيل التشطيبات، من حقك تزود اللي انت عايزه، ما عندناش مانع. انا كده خلصت الشرح وعايز اسمع اي استفسارات من حضراتكم. عبد الرحمن اتفضل. دكتور عندي سؤال في تشطيبات الجراوند فلور. اتفضل. احنا هنعملها زي اللي احنا خدناها في بيلدينج 1 اللي هو ار سي او سي ودي بي سي واو سي والطبقات اللي احنا عارفينها دي؟ صحيح. تمام، هتجيب التفاصيل ديت وهنتراجعها معانا، ما تتقلش. نصيحتي ليكم جميعا ترسم بالقلم الاتش او الاتش بي وما تبقاش دايس عليه جامد. رسومات خفيفة تتابع عليها في السيكشن تعرف ايه خلي الفينش في الاخر، خلي الفينش في اخر اسبوعين. احنا معانا الفترة من اول الاسبوع خلاص، موارد جدا تيجي في اخر اسبوعين وتقفل الرسمة وتبقى خلصت كل حاجة وتشيل لوحتك لحد ميعاد التسليم وتقعد تذاكر مادة تانية. مارتينا. دكتور معلش انا ما فهمتش ايه خط القطع اللي هنعمله في التو سيكشنز. انا كنت بقول لكم ان القطين دول جزء من بلان اكبر منه، جزء من بلان اكبر منه.
يعني دول غرفتين موجودين في مبنى، يعني افترض ان في شقة كبيرة ها او عمارة فيها 4 شقق، وفي شقة منهم على الناصية خدنا الغرفتين دول. هرجع تاني للرسمة، شايفة الماوس بتاعي، شايفة الايد؟ لا شفتها. خلاص اعتبر ان الحائط ده مكمل هنا اهو، انا جنبية غرفة وهنا جنبية غرفة الناحية التانية وهنا طرق. يمكن الحاجات دي اوكي انا ما رسمتهاش خلاص، بس افترض هنا في حائط وفي هنا حائط مكمل وهنا اهو في حائط وهنا في حائط خلاص، واحنا خدنا خط قطع كده اهو وخدنا خط قطع رأسي كده اهو وقصينا الغرفتين دول من البلان الكبير. متهيألي خدتوا حاجة زي كده ولا الكلام ده بالنسبة لك غريب؟ لا لا تمام يا دكتور. هيبان معاكي بقى خطوط القطع دي في البلان وهتبان كمان في القطاعات. تمام شكرا يا دكتور. سمر دكتور دلوقتي احنا نعتبر يعني مثلا الأوضة اللي جنب روم 1 دي، اعتبر ان التشطيبات بتاعتها هي نفس تشطيبات روم 1، بحيث ان انا هكمل خطوط قبل ما اقطع بحاجة بسيطة. اعتبروا أي حاجة بره الغرف بتاعتنا بلاط عادي، بلاط سيراميك خلاص، سيراميك لسه هتاخدوا التشطيبات دي، بس اعتبروا الكوريدور سيراميك، الغرفة الجنبي سيراميك، الغرفة اللي هنا سيراميك. أنا مش هنحاسبكم قوي على التشطيبات بتاعتهم، لكن الكونكشن بتاعت الحيطة اللي بينها فراغ وفراغ دي مهمة. فكرتيني بحاجة مهمة، أنا عندي الكوريدور ده تشطيب وعندي الأوضة تشطيب والأوضة دي تشطيب، في حاجة اسمها معبرة، في رخامة بتتحط تحت الباب هنا بتفصل لي بين تشطيب وتشطيب، هتبان معايا في القطاعات وهتبان معايا في البلانات. تمام. كان عندي سؤال تاني، لما كنا بنعزل يعني الجراوند وكده، كان في كذا كان في حالات كتيرة أوي كنا شغالين عليها طول السنة، فاحنا نفترض أي حالة واشتغل عليها. لو حيرانة في الديتيلز اللي انت خدتيها قبل كده هاتيها في السيكشن ونقول لك انهي الصح. مين عنده أسئلة؟ دكتور انا عندي سؤال، هو بالنسبه للكولمز احنا بنوزعها احنا بنفسنا احنا، صح؟ هتحط اقتراح يعني لو هنحط عمود في ركن كل غرفة، يعني لو كل أوضة ليها 4 أعمدة، وطبعا موارد تبقى في أعمدة مشتركة للغرف المتلاصقة خلاص، حط كده تصورك وتأكد مع المعيد في السكشن، ولو قال لك تمام يبقى خلاص حافظ على مكانهم، وممكن تخلي التهشير في الآخر خالص. طب بالنسبة للسلاب، هتبقى احنا فلات سلاب صح؟ ولا دي مالناش دعوة بيها؟ سوليد سلاب، سوليد سلاب بتتكلم على الروف، سوليد سلاب سمكها 15 سنتي وعندنا كمرات لكل الغرف سقوطها 60 سنتي. تمام. والفاونديشنز ما بنرسمهمش صح؟ ده ما مالناش دعوة بيها. بنرسمش الفاونديشن، بنرسم طبقات الأرضيات والميد أو الجراوند بيم أو السملات زي ما خدتوا اسمها، وبعد كده بنوقف ما بيرسمش بعد كده. اوكي تمام شكرا دكتور. المهم جدا الكونكشن مع الرصيف الخارجي، عندنا رصيف خارجي بلاط أرصفة بيثبت بمونة ويبقى تحتيه رملة، الكونكشن بتاعت المباني والميدة مع الرصيف والعزل بتاع الحتة ديت، وإذا كنتوا خدتوا على الواجهة من بره بنركب سفل أو بلينث عشان نخبي العزل، كل التفاصيل اللي خدتها في سنة في الترم اللي فات أنت مطالب بيها في الترم ده كمان إنك ترسمها مظبوط. مين تاني عنده أسئلة؟ مارتينا وعبد الرحمن نزلوا إيديكم لو خلاص. طب انا عندي سؤال دكتور، في assignment بكره assignment بكرة مع دكتورة هدير، أنا معرفوش. تمام ماشي. طيب شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم، أرجو كلنا نلتزم ونتابع بمنتهى الجدية، علشان كل ما بتشتغل في حاجة ممكن تشيلها من على دماغك خالص، تشتغل في الأرضيات خلاص وتحافظ عليها، تشتغل في الحيطان، هتشتغل في الفتحات، انتوا عندكم دلوقتي الفتحات الأبواب والشبابيك دي مش هتاخدوا فيها محاضرات تاني خلاص،
يعني تقدر تبدأ وترسمها في البلانات وفي القطاعات من دلوقتي. هترجع للريفرنس، ترجع للمحاضرات، ترجع لكتاب دكتور محمد عبد الله اللي بعته لكم، هتلاقوا فيه التفاصيل اللي احنا طالبينها، ما فيش حاجة جديدة. شكرا جزيلا، واتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على خير. طب دكتور سؤال معلش صغير بس، اتفضل. بالنسبه للاسايمنت دكتور هدير كانت قايله لنا ان هو ان احنا ما بنرسمش البلان اللي موجود في الاسايمنت، بنرسم بلان اللي موجود في المشروع ونقسم روم 1 وروم 2 لواحد لباركيه مسمار والتاني خشب اللي هو مش فاكر اسمه بصراحه، ما نرسمش البلان بتاع الاسايمنت. هنعمل كده ولا حاجه تانية؟ ارجعوا للدكتورة هدير تاني بس، وقولوا لها ان استلمتوا المشروع او رجعتوه لقيتوا انه اوضه خشب واوضه رخام. ايوه تمام ماشي، نرجع للدكتور. طيب شكرا دكتور. شكرا جزيلا، مع السلامه.